ايه ده؟ مين الرزق اللي بيكلمني دلوقتي؟ بسرعه حبيبتي لازم ارد. الو؟ ايه يا طاهر، ايه الاخبار؟ طمني. انا عرفت ميعاد ومكان العمليه الجديده. خلصني. المكان عند البحر الاحمر على الحدود مع السودان. والميعاد امتى؟ يوم الثلاث الفجر. طيب ابقى اكلمك تاني عشان اعرف كل التفاصيل. ها الله كريم. سلام سلمى، عندي ليكي خبر بايخ. احنا لازم ننزل مصر دلوقتي حالا. ايه الحسن، في ايه اللي حصل؟ معلش، عندي مأمورية مهمة جدا، لازم ابقى موجود في مصر الليلة دي. بس احنا ما كملناش اسبوع. ليكي عندي اول ما تخلص المأمورية نرجع نقعد اسبوع، اتنين، شهر، اتنين، زي ما انت عايزة. زعلانة صح؟ لا خالص. اوامرك يا ست الرائد، انا اعمل ايه يعني؟ ما هو شغل. طب يلا. انا عملت اتصالات بقوات الجيش وحرس الحدود عشان يساعدوكم في المأمورية، واظن كل واحد فيكم عارف هيعمل ايه بالظبط. ان شاء الله يا فندم باذن الله. اهم حاجة عندي السرية في تنفيذ العملية. والقبض على المهربين وهم متلبسين. مفهوم؟ تمام يا فندم. اي اسئله تانية؟ ما اعتقدش يا فندم. تمام ان شاء الله. اتفضلوا وربنا يوفقكم. استنى انت يا حسام، عايز اتفضلوا. يا حول الله يا رب. واحنا يعني ولاد البطه السوداء؟ دورت بتقول ايه؟ اشمعنى يعني سياده الله عايز حسام على انفراد؟ ولا هو ما فيش غيره على الحجر؟ وانت مالك يا عشري؟ ما تبص لطبعك مش طبق غيرك. طبق ايه؟ هو ده بيكفيه طبق؟ ده مكوش على الحله بحالها ومش سايب لنا غير الفتافيت. يا ساتر يا رب، ده انت نفسيتك زباله. يا ابني حسام ده اكتر واحد بيتعب في الاداره دي، وما شاء الله سجل ابيض وزي الفل من ساعه ما اتخرج. وبعدين قلبه جامد وما بيخافش، وده اللي منجحه ومخلي كل الظباط نفسهم يبقوا زيه. ايه اللي انا مش عايز ابقى زيه. حتى لو عصت والله ما هتبقى ربعه. اوعى. انا فرحان قوي يا حكمه اني هشتغل مع دياب ويبقى ليا قيمه وسط الخلق. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك واصل. انت بتقول ايه يا حبيبي؟ ده انت اخويا والدمي وابويا واللي عايزاه يبقى احسن واحد في الدنيا دي كلها. عارفه يا حكمه، من ساعه ما قلت لي ان دياب وافق يشغلني معاه، عارفه انا حسيت بايه؟ حسيت بايه يا محروس؟ حسيت اني اتبدلت وما بقتش محروس بتاع زمان، وان قلبي قوي والخوف ما بكيش ليه مكان جوايا. خلاص جه الوقت اللي هفك فيه القيد اللي مقيدني بيه صادق بيه. للدرجه دي يا محروس؟ واكتر يا حكمه، واكتر. صادق بيه ما هيبقى لهوش كلمه علينا من بعد النهارده، ولا هيتحكم فينا تاني وصل. انا مش مصدقه وداني. انت يطلع منك كل دي؟ لا صدقي يا حكمه، صدقي. ولازم انا وانتي ودياب نبقوا يد واحده لحد ما نرجع ورث ابونا اللي نهبه منينا صادق بيه. صح يا محروس، واللي اتاخد بالقوه لازم برضك يرجع بالقوه، واحنا قوتنا فينا طول ما قلوبنا على بعضينا. بس انا ليا عندك طلب. اطلبي. عاوزاك تطور رقبتي عند دياب وتعمل كل اللي يقول لك عليه. طمني يا حكمه، طمني. دياب ده مش جوز اختي وبس، لا ده في مقام اخويا الكبير كمان، وربنا وحده اللي يعرف محبته قد ايه في قلبي. وهو كمان بيحبك وبيخاف عليك قوي قوي، وبيعتبرك زي اخوه الصغير. ربنا يديم المعروف بيننا وما يبعدناش عن بعض واصل. يا رب يا محروس. شفت يا محروس ازاي بندخلوا البضاعة؟ شفت؟ واوعدك يا دياب اني هتعلم. ان شاء الله. اخويا جابر. لك يا سي جابر. لك يا محروس. كيفك؟ الحمد لله. مش بعاد يا دياب تاجي وتستلم البضاعة بذات نفسك. جيت افرج محروس على الشغل، هو بيجي واحد منينا. بالك انت؟ دياب ده ما يعرفش يعمل حاجة واصل. يعرف يستلم ولا يخزن. كتيره يعرف يتفق مع الخواجات وبس، وبعدين يروح ياكل حمام وينام. جابر ديت ملك الدخيل والتخزين والتشوين كمان والتوزيع. ولا نسيت اياك،
لا ما نسيت شيء. أمو يا رجالة قوام قوام. هزعل عليك قوي يا عم. اعتزم ايه؟ لا ماشي خد الزبون دهب. يلا 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 دهب. النيابة تطلب معاقبة المتهم دياب منصور شفيع البطاش. إنه في يوم الخميس بدائرة قسم أول الغردقة أولا قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه المجند سعد الحسيني حال مقاومة السلطات بأنه أطلق عليه عيارا ناريا من سلاح غير مرخص. ثانيا أنه حاز بقصد إتجار الأسلحة النارية المبينة بالأوراق دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة. لذلك تطلب النيابة تطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة. وشكرا. حكمت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء بإحالة أوراق المتهم دياب منصور شفيع البطاش إلى فضيلة المفتي، وحددت جلسة 12/6 للنطق بالحكم. رفعت الجلسة. أنا أنت ود الهلالي.